صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهاردة يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، و 15 صفر 1441. مشاهدينا زي ما عودناكم دايما كل اثنين بيبقى معانا الفقرة الطبية، وهنتكلم النهاردة عن الغدة النخامية. المخ زي ما احنا عارفين هو اللي بيتحكم في وظائف الجسم كلها، فلما يحصل خلل في اي غدة من الغدد اللي بترتبط بالمخ لازم طبعا نعمل وقفة ونشوف ايه هي الغدد كلها، ويبقى عندنا ثقافة ونبقى عارفين كل غدة ايه وظيفتها وايه اهميتها في الجسم. النهاردة هنتكلم عن الغدة النخامية، وهنعرف طبعا مشاهدينا الاول ايه هي الغدة النخامية وايه وظيفتها وايه اهميتها في الجسم طبعا، وهنعرف العلاج وطرق العلاج الحديثة للغدة النخامية. علشان كده احنا معنا الدكتور محمد فتحي عيسى، استشاري جراحة المخ والأعصاب. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح. صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال، والنهاردة بنتكلم عن الغدة النخامية وتأثيرها على الجسم. ومعنا الدكتور محمد فتحي عيسى، استشاري جراحة المخ والأعصاب. صباح الخير واهلا بحضرتك. صباح الخير، صباح الصحة والجمال. شرفتنا يا دكتور محمد. تسلمي لي يا فندم، والله شكرا جزيلا. دكتور محمد، الغدة النخامية اتضح ان هي موضوع كبير جدا، وفي ناس كتيرة بتستهتر في الموضوع والتشخيص بيكون غلط فبيؤدي الى في الاخر علاج غلط. تمام. في البداية عايزين نعرف مشاهدينا ايه هي الغدة النخامية ومكانها فين في الجسم بالظبط؟ الغدة النخامية هي احد بدائع صنع الله سبحانه وتعالى. هي عبارة عن جسم صغير جدا في حجم حبة البسلة. حاجة صغيرة قوي موجودة في مكان خاص بيها في قاع الجمجمة في المخ، تحت المخ تقريبا كله موجودة في مكان خاص بيها، طبق ربنا خلقه مخصوص عشانها، هو اسمه السرج التركي. الغدة النخامية دي في المكان ده بتحيط بيها، في المنطقة المحيطة بيها العصب البصري فوقيها بالظبط بحوالي 1 سم تقريبا، على الجانبين يمين وشمال، واحد من اهم الشرايين المهمه جدا في الجسم، وبعض الاورده برضو المهمه جدا في الجسم، وبعض الاعصاب المخيه المهمه جدا المسؤوله عن حركات وعضلات في الوجه وفي العين وباقي اجزاء الجسم بشكل واضح. يعني زي ما بنقول كده الغدة النخامية هي المايسترو، هي الملكة، هي اللي بتتحكم في كل هرمونات الجسم. عشان كده سبحان الله ربنا خلق لها مكان كرسي وكأنه تاج خاص بيها كده، يحميها في مكان خاص بيها، علشان هي اوريدي بتتحكم في كل الغدد الصماء الموجودة في الجسم. وبتتحكم في كل الهرمونات، لو حصل اي خلل تقريبا في هرمون معين يبقى هي اللي فيها خلل معين. بمعنى ان هي عباره عن مايسترو، يعني ايه؟ يعني هي اللي بتعزف السيمفونيه، هي اللي اوريدي زي المايسترو في الاوركسترا بالظبط، هي اللي بتدي اوردرز للغده الدرقيه تشتغل. هي بتدي اوردرز للغده الكظريه تشتغل. هي بتدي اوردرز للرحم والمبايض تشتغل بشكل كويس، يعني هي المسؤوله تقريبا بشكل كبير قوي عن وظائف باقي الغدد الصماء في الجسم. عن طريق الهرمونات اللي بتفرزها الغدة النخامية. كل هرمون فيهم بيروح لغدة تانية ينبهها بشكل معين، سواء كان بالزيادة فتفرز بزيادة، أو بالنقص فتهدى شوية ما تفرز، عشان الخلل الهرموني عشان النظام الهرموني
بتاع الجسم يفضل ثابت ومنتظم، يحافظ على وظائف الجسم بشكل كويس. واي خلل فيها بقى في الوظائف نفسها بتؤدي الى خلل تاني في وظيفه اخرى في مكان تاني، بتعمل مشكله كبيره جدا ومشاكل هرمونات كبيره، من اول هرمونات الغده الدرقيه، مرورا بهرمونات النمو، مرورا بهرمونات الثدي، مرورا بهرمونات الرحم والمبايض. لا حاجه يعني الى حد كبير هي مسؤوله عن كل الهرمونات الموجوده في الجسم. انا بحس يا دكتور محمد كده ان الجسم هي منظومه ولازم يكون فيها توازن. تمام. وهي عباره عن سيركل. تمام. كله بيوصل لكله. تمام. كله بيأثر على في اجهزه مختلفه، كلهم متداخلين مع بالزبط. بعض كلهم متداخلين. المايسترو بتاع القصه دي كلها بقى هي حته حبه البسيلة الصغيره الموجوده في هذا المكان المهم جدا في المخ. طيب التشخيص بقى شيء مهم جدا، يعني اول ما التشخيص بيكون غلط طبعا النتيجه بتكون غلط، والانسان بيروح في دوامه ثانيه وادويه مختلفه. طبعاً طبعاً وحاجات كتير. طبعاً. تشخيص الغده النخاميه ازاي؟ تشخيص الغده النخاميه او مشاكل الغده النخاميه بتبقى عباره عن ايه؟ الغده النخاميه يا اما يحصل فيها زياده في الافراز، يا نقص في الافراز، يا اما تنشط او يبقى فيها خلل بشكل معين نتيجه ان الغده نفسها نشطت، او ان يكون حصل فيها ورم فنشط فخلى الهرمونات الغده نفسها تبدا تزيد، فتبدا تاثر على باقي الغدد الموجوده في الجسم زي الغده الدرقيه زي ما حضرتك، وزي الغده اللبنيه، وزي الرحم، وزي الهرمون النمو مثلا في الحاجات اللي زي كده. طيب اللي ممكن يحصل لو هرمون لو الغده النخاميه بدات تفرز بزياده، هي فيها اكتر من هرمون، فيها هرمونات كتيره جدا بتشتغل في الغده النخاميه، وكل هرمون بيروح في اتجاه لوظيفته معينه، لوظيفته بيروح لاورجن معين علشان يبدا يحفزه، سواء كان التحفيز ده بالايجاب او بالسلب، علشان يبدا يشتغل ويبدا يجيب يعني يبدا يؤدي وظيفته في الجسم بشكل طبيعي. فلو حصل مثلا لو مسكنا هرمون زي هرمون النمو، هرمون النمو لو حصل فيه مشكله، عندنا سؤال اساسي على الفيسبوك. تمام. على هرمون. تمام. النمو لو حصل فيه مشكله وعلاقته بغده النخاميه، طبعا ده اساسي، ده هو مصدره اساسا الغده النخاميه. يعني الهرمون ده مصدره اساسا الخلايا معينه موجوده في الفص الامامي من الغده النخاميه اسمها جروث هرمون سيكريتنج سيلز، او الخلايا التي تفرز هرمون النمو. لو حصل والهرمون ده بدا يفرز بزياده في مرحله ما قبل البلوغ، دخلنا في العملاقه بقى والاجسام الضخمه اللي بنشوفها اوقات. يعني في امهات بتفرح قوي تلاقي البيبي مثلا قلبوز وبيدخن واوقات ما بيطولش. تمام. في مرحله ما قبل البلوغ بتفرح بقى، فدي مشكله يا دكتور. طبعاً فلازم طبعاً دي طبعاً هرمونات زايده طبعاً في الغده النخاميه طبعا. طبعاً. لان احنا اوقات عندنا يا اما في مرحله قبل البلوغ او بعديها. لو قبل البلوغ بيحصل عملاقه. لو حصل زياده في الافراز، لو حصل نقص في الافراز بيبقى القزامه اللي احنا اوريدي بنعاني منها كتير جدا في مصر. ازاي الطفل عندي طوله وبنيه جسمه ضعيفه وقليله لان هرمون النمو من البدايه قليل، وبعد البلوغ نبدا نحصل العملاقه الاكروميجالي، العملاقه بقى والتشوهات الوجهيه والايدين والجسم اللي ممكن تاثر على المريض بشكل كبير. طب دكتور محمد فيه. احنا ما عرفناش الاسباب ايه لغايه دلوقتي، اسباب وراثيه او اسباب ايه يعني؟ مفيش خلل في يعني الهرمونات. الخلل اللي ممكن يحصل في الهرمونات له اسباب كتيره جدا. اوقات ممكن يكون ناتج عن تعرض لاشعاع بشكل معين، وارد يكون بتعرض لادويه بشكل معين. الخلل في الهرمونات الناتج عن الغده النخاميه، عن مشاكل الغده النخاميه، لكن لو عندي ورم في الغده النخاميه غالبا احنا ما بنعرفش لحد دلوقتي ايه اسباب تكون الاورام في الجسم. احنا بنلاقي اوقات حبه عوامل خطوره ريسك فاكتورز موجوده كده، نقول ان مع بعض الناس اللي بيعملوا كذا ممكن نلاقي فيه ورم، ولكن لم يثبت حتى الان سبب واضح يقول لي ان في عندي هو ده السبب اللي بيؤدي لوجود الورم اللي ممكن يحصل في الغدة النخامية. طيب احنا معانا صورة التقزم والاسباب. احنا مثلا زي ما حضرتك شايفة كده، دي صورة يعني بتورينا شوف قد ايه الشخص العملاقة، الشخص الطبيعي وصل لحد فين عنده العملاقة دي، بتبقى يعني كل هرمون النمو بدأ يزيد بشكل كبير قوي في مرحلة ما قبل البلوغ، فبدأ الجسم ينمو بزيادة جدا وبشكل كبير اكتر من الطبيعي. وصلنا لصور وحاجات بنشوفها غريبه واشكال، يعني تلاقي في صور غير طبيعيه لاناس عمالقه بسبب زياده هرمون النمو في مراحل ما قبل البلوغ. طيب عكسه بالظبط.
طب دي صوره ايه برضو يا دكتور تشرحها؟ دي صوره للغده النخاميه نفسها، وهي موجوده في المنطقه، منطقه ما تحت جزء تحت المخ بالظبط، والمنطقه المحيطه بيها الى حد كبير جدا، اللي زي ما اتحكي ان هي موجوده في مكان اسمه السرج التركي، وهي الغده نفسها بحجمها الصغير ده تحت العصب البصري بحوالي سنتي واحد بس، ومحيطه من الجانبين باحد اهم واخطر الشرايين والاورده والاعصاب المخيه في المنطقه بتاعتها. مظبوط. بتوضحنا قوي. عشان كده لما بتبدا يتكون فيها ورم، يبدا الورم ده يفرز هرمونات بزياده شويه، يبقى على حسب الهرمون اللي افرزه. هنا نقطة مهمة جدا، لما بتيجي في السيدات بعض الأشهر الهرمونات، الأشهر الأورام اللي بتحصل في الغدة النخامية، لما بتيجي في السيدات بتعمل لهم مشكلة كبيرة قوي. أول حاجة انقطاع الدورة، يبقى البنت لسه 17 و15 و20 والدورة ما بتجيش، أو جت وانقطعت تماما، تبدأ تلاقي إفرازات لبنية في صدرها، وهنا نبدأ نجري وبسرعة وندور، لأن ده أحد أسباب تأخر الإنجاب أو العقم. مظبوط. لأن ده بيأخر، لأن بيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. ما يحصلش معاها حمل. وطبعا لما بتروح للزملاء في النساء وبيعملوا سكرين على الهرمونز ويلاقوا هرمون الغدة النخامية البرولاكتين أو هرمون الحليب عالي نتيجة وجود مشكلة فيها، بنبدأ تجيلنا بقى نشوف المشكلة إيه وحلها إيه. وكتير جدا من الناس بيلفوا ويدوروا ويتوهوا، والمشكلة في مكان آخر. صح. بعيدا تماما عن الناس. ما ناس كتيرة للأسف يا دكتور محمد ما عرفوش إيه هي الغدة النخامية وإيه فايدتها وإيه تأثيرها على الجسم. طيب أنا عندي ابني مثلا، إيه هي الأعراض اللي تبان عليه واجري على طول على الطبيب علشان أعالج الموضوع ما يحصلش لخبطة في الهرمونات عنده؟ طيب الاعراض اللي بتبان على طبعا طول. الاعراض اللي بنشوفها يعني بدايه في الاطفال، السمنه المفرطه دي لازم ادور عليها على طول. ليه الولد وزنه بيزيد بزياده؟ هل انا عندي مشاكل في الغده الدرقيه؟ وبعدين هل المشاكل الغده الدرقيه دي اساسا في الغده الدرقيه نفسها ولا واقعه تحت تاثير الغده النخاميه؟ الولد عندي حجمه لا ينمو بشكل طبيعي بين اقرانه وزمايله، الطول بقى ما ينمو بشكل طبيعي، لان احنا عندنا في الاطفال في حاجه اسمها بيرسنتايل. بيرسنتايل ده بحط الطفل على تشارت، عارف ان هو في سن سنه عن طوله قد ايه، وزنه قد ايه، سنتين ثلاثه لحد سن الطفوله كله. فلو لقيت في دروب في شيء ما لازم اجري وادور واعرف ايه السبب، لان لو عندي نقص في هرمون النمو، هرمون النمو ممكن الحقه بدري في مراحل ما قبل البلوغ، لو انا اديت علاج تعويضي لهرمون النمو يقدر يظبط لنا القصه دي، طالما ما عنديش سبب زي ورم مثلا. طب لو عندي ورم عامل حاجه كده، لو شلت الورم ده بشكل بدري وتعاملت معاه بشكل بدري واخد علاجاته بشكل كويس، هنقدر نرجع طبيعيين تقريبا. برضو العكس بقى، لو لقيت الولد نحيف بزياده جدا وكمان حجمه صغير جدا وما بيكبرش، ما بيطولش، ما بيطولش مثلا، يبقى برضو لازم اعمل سكرين بسرعه. الهرمونات في الاطفال مهمه جدا، لازم ادور عليها بسرعه، لان في عندنا حاجات كتيره جدا بتاثر على هرمونات الغده النخاميه، فبالتالي بتاثر على نمو الطفل. مزبوط. وحياته تقريبا، حتى تركيزه، حتى طبعاً استيعابه الدراسي مثلا، الحاجات دي كلها حاجات مهمه جدا. ما انا بحس كله بيأثر على كله، يعني اذا كان في خلل في دي فده بيأثر. طيب انا اروح احلل ايه بقى يا دكتور؟ اعمل تحاليل ايه؟ اعمل اشعاعات؟ هو على حسب الشكوى بتاعتي. انا مش عارفه كأم راحه ازاي اشخص القصه بتاعتي. بدايه طبيب الاطفال بيشوف الطفل، بيلاقي الطفل عنده مشكله قد تبدو مشكله هرمونيه، في عندي مشكله في نقص نمو او في زياده نمو مفرطه او في زياده سمنه بشكل زايد او نقص بشكل زايد. ابدا ادور، اعمل سكرين على الاخبار دي، اشوف اخبارها ايه، لقينا فيه هرمونز فيها مشكله ابدا اروح على طول واعمل اشعه على الغده النخاميه تحديدا، او على الغده اللي انا اريد اشكك فيها ومنها على الغده النخاميه. طبعا معظم الناس بيبداوا الاول بالسكرين بتاع التحاليل، ولما الاقي المشكله في مثلا الغده الدرقيه او الغده الكظريه اللي اوريدي بتفرز الهرمون الكورتيزون بشكل زياده، فبتصيب بعض الناس بمرض السكر الى حد كبير، او تحصل لهم مشاكل كبيره جدا في هشاشه العظم، برضو ناتج عن وجود خلل في هرمون معين في الغده النخاميه بيحفز الغده الكظريه فتفرز الكورتيزون بزياده، يعمل لي الام مشاكل الجسم اللي هي بسميها اوقات كوشنج، او الاعراض اللي هي الخاصه بزياده هشاشه العظم بقى وارتفاع نسبه السكر وعدم انتظام الضغط والحاجات الكتير قوي اللي بتبقى حاله من الحالات المعقده الى حد كبير، اللي بتحتاج مهاره كبيره جدا في ان انا اشخصها وان انا ابدا اعالجها، او لو في ورم
اشيله عشان القصه دي كلها هنتكلم بقى يا دكتور محمد في جزئيه الورم. تمام. بس معانا تليفون. ايه صباح الخير يا ايه من اسوان. صباح الجمال، اهلا بيكي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي دكتور. انا عملت تحليل الوزن طلع 3 وتحليل البروتين طلع 14، هو كده كويس ولا منخفض ولا عالي ولا ايه؟ تحليل الغدة ايه اللي طلع 3؟ طلع 3.57 اللي هو تحليل ده هرمون ايه؟ يعني الغدة الدرقية ولا الغدة النخامية؟ الغدة النخامية. الغدة. والتحليل التاني كان ايه معلش؟ 14.21 اللي هو البرولاكتين يعني، او ده هرمون الغدة النخامية؟ طب هو كده في النسب الطبيعية، احنا عملنا التحليل ليه؟ عشان ايه؟ عشان متأخرة في الحمل وكده. اه ما احنا هنا بندور يعني حد، يعني حد زي حضرتك حصل له تأخر في الحمل، المفروض ان انا بعمل سكرين على الهرمونات الخاصة بالمبيض والرحم ثم هرمونات الغدة النخامية ضروري، وبعدين لما اشوف السكرين ده اشوف ايه الحاجة العالية فيه، لان في بعض الناس اوقات لو هرمون الغدة النخامية اللي هو البرولاكتين هرمون الحليب ده عالي فعلا الدورة بتبقى منقطعة وفعلا بيبقى الثدي بيبقى فيه افرازات لبنيه كتيره جدا وده بيأخر على طول موضوع الحمل، ولازم اعمل ساعتها لما الاقي هرمون الحليب عالي بدرجه معينه ببدا اعمل اشعه على الغده النخاميه وبعدها ابدا على حسب ما هو موجود في الاشعه. في ثلاث احتمالات، يلاقي الغده سليمه وكويسه، يلاقي الغده فيها ورم حجمه صغير، الغدة فيها ورم حجمه كبير. لو لقينا الغدة سليمة ما فيش فيها مشكلة، فيش فيها أورام بمعنى أصح يعني، ببدأ أعرف إن ده خلل في الوظيفة بتاعتها. فأبدأ أعالج الخلل ده عن طريق الأدوية. لما تنتظم الهرمونات هترجع الأمور طبيعية جدا، الدورة تنتظم. فرصة الإنجاب هتعلى بشكل كبير جدا، حتى لو الإنجاب بطريقة غير طبيعية زي التلقيح الصناعي هتعلى بشكل كبير جدا. احسن ما يكون في خلل او لخبطه في الهرمونات ممكن تؤدي طبعا لتاخير كبير جدا بالنسبه للانجاب. ما هي يا دكتور محمد بتاثر على كل الهرمونات بالزبط اللي في الجسم. بالزبط. طيب في ناس كتيره جدا بتخاف، بتفتكر ان هي عدوى يعني بتعدي، هل هي فعلا معديه او لا؟ لا مطلقا. لا مطلقا ملهاش اي علاقه بالعدوى تماما. تماما يعني. طيب الورم، ناس كتيرة جدا بتقلق من الورم، هل هو ورم حميد ولا بيبقى ورم خبيث؟ تمام. نطمن المشاهدين يعني الورم. اكتر من 90% من الاورام الموجودة في الغدة النخامية اورام حميدة. من رحمة ربنا انها اورام حميدة. الحمد لله. صح. تختلف فقط بس من حجمها، هل هو حجم صغير ولا هو حجم كبير؟ هل هو هرمون، هل هو ورم نشط بيفرز هرمونات ولا غير نشط لا يفرز الهرمونات؟ طيب لو هو لا يفرز الهرمونات هيديني في ايه؟ لا هو ورم يعني بيكبر، يعني بيضغط على المشاكل المحيطة بالغدة النخامية زي العصب البصري مثلا، وناس كتير بتجيلنا حصل لها فقدان للبصر نتيجة ورم في الغدة النخامية. فقدان تام يا دكتور؟ فقدان محمد جزئي أو تام؟ صدقيني بيجي لي أوقات فقدان تام. يعني احنا يبقى ساب الحالة بقى مدة طويلة جدا، ويعني مثلا بدأت تضعف شوية مثلاً. تزغلل شوية في مجال الرؤية بتاعه بدأ يقل شوية، هو مش واخد باله او مش مركز او حاسس ان ده ارهاق، او احنا الى حد كبير بنهمل كتير في الثقافه الصحيه بتاعتنا بشكل كبير جدا. ودي نقطه بقى تانية مهمه قوي، يعني جايز السيدات اكثر حظا من الرجال، لان السيدات في النقطه دي لما يكون عندها ورم في الغده النخاميه في الغالب بتظهر بدري، لان الدوره لما بتتاخر لما يحصل مشاكل في الثدي على طول بتجري وتدور. الرجال لا، الرجال لما يحصل ورم في الغده النخاميه بيحصل عنده ضعف جنسي، وعندنا مشكلة كبيرة جدا في ان احنا نسأل وندور ليه السبب، وبناخد ادوية من غير ما نعرف ليه السبب. دي مشكلة، بس للأسف يا دكتور محمد الوقت انتهى، عايزين بقى العلاج باختصار كده. العلاج لو عشان لو العلاج عبارة لو 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 هي اوريدي خلل في 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 الوظيفة فقط بندي ادوية مهمة جدا تعالج الخلل الهرموني الموجود عشان ترجع الغدة طبيعية. طيب لو عندي ورم في الغدة النخامية اللي هو ورم صغير حجمه اقل من سنتي ولا ومفيش فيه افراز او مش عامل مشكلة بقدر اعالجه برضه بالادويه. لو ورم حجمه كبير تجاوز مرحله السنتي وبدا يوصل عند العصب البصري بقدر اعمل له عمليه بسيطه جدا بالمنظار الجراحي عن طريق الانف، اشيل الورم ده تماما من غير اي مشاكل ولا اي جراحه مثلا تقصد حضرتك؟ بس جراحه دقيقه جدا بالمنظار. اوقات كنا زمان عشان نعمل عمليه نفتح المخ وندخل ونشيل ونعمل، وحاجه خطيره الى حد كبير جدا. دلوقتي بقينا بمجرد منظار في جراحه، اوقات بيعتبرها في بعض الدول جراحه يوم واحد،
المريض بيدخل عنده ورم في الغده النخاميه بيخرج تاني يوم مروح على بيته ما عندوش طب مشكله. كويس جدا يا دكتور محمد، احنا كنا خايفين جدا. احنا قلنا الغده النخاميه دي حاجه كبيره، بس هي المشكله كلها ان الناس يبقى عندها وعي فعلا وثقافه على صحتها، ان هي تاخد بالها اي اعراض تبان والتشخيص يكون مظبوط. ما سيبش نفسي لما نظري يروح، ما سيبش نفسي لما اقع خالص. دي مشكله كبيره جدا دي، وللاسف دي عندنا في كل بيت مصري للاسف. بشكرك جدا. طبعا بشكرك. طبعا ده مهمتكم اكيد. طبعا دي التوعيه شيء مهم واساسي. طبعا طبعا بشكرك جدا دكتور محمد على المعلومات القيمه والجميله، وحضرتك طمنتنا على الغده النخاميه ان العلاج قد ايه بيكون سهل، وان هي مش معديه طبعا. والعلاج بيبقى بسيط، بس المهم ان نعرف التشخيص المظبوط. بالظبط. بشكرك جدا دكتور محمد فتحي عيسى، استشاري جراحه المخ والاعصاب. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا النهارده، واتكلمنا عن كل حاجه خاصه بالغده النخاميه. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعه ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير